عرفت؟ سبحان الله سبحان الله. تعال تعال كلمة الله هي على فكرة لا إله إلا الله، مثال لا إله إلا الله ده كله ده. كل هي لو قعدت وكملت كان كله صلاة دي بص لا إله إلا الله. عايز أقول لك حاجة حسن، بقول لك في أعرابي لما يجي واحد بيخطب فقال بيخطب عن إيه يعني، فقالوا بيخطب عن احنا بالنسبه لنا احنا الحمد لله متاكدين ومطمئنين. ايوه دي لازم ربنا قال سنريهم اياتنا في الافاق مش لنا احنا، ايوه ده لغيرنا.